علاش تفقريني لاموك ولاموني. انا كبرت واحد الاسره اللي فيها لي ميلومان عزيز علينا الموسيقى. الوالد الوالده الوالد الله يرحمه، خويا اللي كبر مني كان تيعزف على الجيتار على الهارمونيكا البانجو الموندولين، كان متاثر بالموجه ديال المشاهب. يعني كبرت في هذا العالم هذا، كنسمعوا بزاف الموسيقى في الدار. اي في السن ديال في الاخر ديال الطفوله والبدايه ديال المراهقه بدات كتجيني هذيك الرغبه باش ندير الموسيقى، ويعني الوحيد اللي بقى كيدير الموسيقى في العائله هو هذا العبد الضعيف. هاش تفقريني لاموك ولاموني. مازاغون كانت تجربه كبيره طويله وعريضه واللي جلنا بها العالم واللي كان عندها واحد النجاح الحمد لله. ما ندمتش على هذيك التجربه وما ندمتش حتى على الفيت انني انفصلت على المجموعه، لان عاوتاني جات مرحله جديده بغيت نقدم اعمال اللي كتمثلني انا شخصيا اللي ما كانتش فورسيمون في التوجه ديال المجموعه اللي كانت متخصصه في التراث الشعبي. كنا كنعاودوا نديروا لو غولو كينغ ديال الموسيقى الشعبيه. يعني ما ندمتش على الاختيار صراحه. هاش تفقريني لاموك ولاموني. صراحه انا باش ندير ديو بطريقه تجاريه، يعني نختار اي فنان هكا غير حيت عنده مشاهدات ولا هذا باش نخدم معاه، الطريقه ما مطروحاش بتاتا. يعني تنحاول نمشي بالقلب ديالي. انا تعجبني مثلا في المغاربه تعجبني مسلم، وديجا كاينه فكره ديال اننا نديروا واحد العمل مجموعين في الفنانين. كيعجبني عاوتاني واحد المغني كندي سميتو براين ادامز، بزاف ديال الناس كيعجبوه. من الاحلام ديالي ندير معاه شي حاجه، واخا جو سي القضيه شويه بعيده. هاش تفقريني لاموك ولاموني. واه نجوم راه في السماء. نجوم كاينين في السماء، اما باش نردوا واحد الانسان النجم شويه صعيبه. تنظن واقيلا مستحيله كاع، يعني بالمعنى المجازي ممكن، ولكن باش يكون واحد الانسان الفوق بحال النجمه وكيشوف في الجمهور ديالو لتحت، هاد القضيه ما وصلناش لها في المغرب، مازال ما وصلناش لها، ما عندناش هاد ستار سيستم بهذه الطريقه هذه. تنظن النجوم هي بهذا المفهوم هذا اللي متعارف عليه. الفنانين المغاربه يعني تنظن فنان واحد هو اللي وصل ليها، يعني كنظن هو سعد المجرد. ما تنظنش شي واحد من غير سعد المجرد وصل لهذا المستوى في تاريخ ديال الاغنيه المغربيه اليومين هذا، يعني من قديم الزمان الى اليوم. هاش تفقريني لاموك ولاموني. بطبيعة الحال وسام ملكي يعني من صاحب الجلالة الله ينصرو، كان غير من لي فونتازم ديالي انا كفنان، ولكن مني كتحط في هذا الموقف انا استشعرت حسيت بحال واش فعلا كنستاهل هذا الوسام ولا لا. كنقول وقيلا كاينين فنانين اخرين احسن مني اللي كيستاهلوا، وشفت الجانب التكليفي اكثر من التشريف، فهمتي؟ يعني كتقول هذه مسؤوليه انك تاخذ وسام. هاش تفقريني لاموك ولاموني. وهو الانفصال فعلا وقع، هذا الشيء اللي هذا هو المكتب. اما بالنسبه للتفاصيل صراحه هذه مساله شخصيه. هاش تفقريني لاموك ولاموني. بالنسبه للفيلم اللي خدمت فيه هو جديد من الاخراج ديال المخرج الشاب بن عزوزه، وهو من انتاج ديال اكتاروس. القصه كتحكي على فنان كيشتغل على التراث الشعبي واللي غادي يتعامل مع واحد الفنانه اللي قديمه في العيوط، كنسميوها حنا شيخه، ماشي بالمعنى القدحي ولكن شيخه يعني متمكنه من التراث ديال العيوط. ومهم تفاصيل ما غاديش نحرق الفيلم، هذه القصه ديال الفيلم. هاش تفقريني لاموك ولاموني عاد الخايل يا سيدي شكون يحد الباس نحاسبك بذنوبي عاد الخايل يا سيدي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.